ما لاقته المحافظات التي تحررت من عصابات داعش ومنها صلاح الدين من تدمير شبه كامل في شتى المجالات، كانت تنتظر أسهاما واضحة من صندوق إعادة الإعمار لإعادة الحياة إليها، لكنه ما حدث أن المزاجيات تحكمت في أهواء مسؤولي الصندوق، وتحولت التوجهات إلى محافظات معينة على حساب محافظات صلاح الدين المتضرر الأكبر في معادلة داعش. الزميل أحمد صلاح الدين والتقرير التالي. إن السياسة التي يتبعها صندوق إعادة الإعمار في اختيار وتنفيذ المشاريع لا بد أن تستند إلى معايير عالمية توازي متطلبات المجتمع في المناطق المتضررة، وبما يحفظ العدالة في توزيع المشاريع، مع النظر على حجم الدمار الذي لحق بالمحافظات المحررة، للمضي قدما في خارطة طريق إيجابية تهدف إلى إعادة البناء والإعمار في المناطق التي شهدت دمارا وتضررا جراء العمليات العسكرية ضد الإرهاب. إن هذه المناطق اليوم هي بأمس الحاجة لعودة عجلة البناء وإعادة بناها التحتية وتوفير الدعم اللازم لها بهدف عودة الحياة فيها لسابق عهدها. محافظة صلاح الدين هي واحدة من المحافظات التي تعرضت إلى خراب داعش الإجرامي، وتشهد اليوم حالة من الأمن والاستقرار بعد تحريرها من الإرهاب، وهي بأمس الحاجة إلى جذب المستثمرين وجذب الشركات العالمية وإلى التفاتة كبيرة من صندوق إعادة الإعمار للمساهمة في دعم المشاريع الخدمية التي تكون على مقربة من حياة المواطن اليومية. لكن ما يؤشر، وبحسب تقارير صادرة عن الصندوق، أن صلاح الدين هي أقل عدد بتنفيذ المشاريع والتي بلغت 4 مشاريع فقط، بينما هناك محافظات وصلت فيها المشاريع لأكثر من 100 مشروع. هذا التميز كشفه محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل مؤخرا عندما قال: الأمم المتحدة لها داعمين ومانحين من دول خليجية ودول أوروبية يعطون منح كبيرة للمواصل وللأنبار، بس ما يعطون صلاح الدين ويشترطون بأن منحهم تنفذ في الأنبار ونينوى، وهذا كلام مباشر من الأمم المتحدة، لأنه صلاح الدين خليط يعني فيها كراد وشيعة وسنة وهذا، فما ترهم بها الأجندات بسهولة. لكن بهمة أبناء المحافظة وحكمة قياداتها ومتابعتها بدأ الإعمار والبناء يظهر جليا، وستشهد الأيام والسنوات المقبلة الصورة الجميلة لحالة التقدم الذي سيتحقق بتكاتف أهلها وبكل طوائفهم، دون النظر إلى صندوق إعادة الإعمار الذي تحكمه المزاجيات.